يعني معلومات كذلك اللي كنسمعوا انه الفلوس فين مشات. الفلوس وصلنا لشي وراق فيها وثائق كبير مهمه. كاين اوراق ما تفيد ان الوردي كان داير واحد جوج شركات في اوروبا، وهاد هاد بنما ماشي داير شركه في بنما، هو عنده حل حساب بنما فين عتمشي الارباح د هاد الشركات اللي عتقوز له هاد الحساب هذا. انه كان مقبل انه يشري بنكه في المغرب، سمعتوا هاد الكلام؟ تفضلي. حنا تفاجئنا، ولكن راه ماشي مفاجاه، راه يقدر يشري بنكه نيت بفلوسنا برزق ما بعد كتافنا الاموال ديالنا اللي مشات. من اموال الشعب تبعوا معايا. هذا راه السؤال كان عطاه لي نيت سعاده الرئيس، واش حنا هاد الفلوس اللي عطينا المشاريع تبنيها لنا وتعطينا ديورنا ولا فيلاتنا ولا اراضي ديالنا، ولا عطينا لك تدير بنكه وتشري فيلا بمليار و600 مليون و10 ديال الطوموبيلات. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد في محكمة استئناف بالدار البيضاء في الموضوع الشهير لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو. مشاهدينا الكرام، ملف باب دارنا بين مد وجزر، هي مجموعة من المغاربة في المغرب وخارج المغرب عانوا في هذا الملف بشكل كبير. حاليا بعض الأمور صراحة تثلج الصدر. محكمة استئناف حاولت ما امكن ان تطور العمل ديالها. هذه الجلسه بطبيعه الحال اللي هي جلسه علنيه استنطاق تفصيلي السيد القاضي مع المتهمين، وكذلك كيوضع في الشاشه المحاضر كيشوفوا اطوار الجلسه، مجموعه من الاشكاليات كتطرح في الموضوع معاناه المغاربه في المغرب وخارج المغرب. حوالي اكثر من 40 مليار اللي تم الاختلاس ديالها المغاربه في المغرب وخارج المغرب. غادي نبسطوا في النقاش، الله اللي عان كيفاش جمعوا الناس هاد الفلوس. في لحظه من اللحظات كيجي هذا الوردي تيقول لهم راي لي راي اخر، تبعوا معايا. اختي الا كان ممكن تعطيني فين وصلت التطورات في الملف. حاليا بداوا الجلسات هاد واحد هادي واحد ثلاثه ديال السيمانات. احنا دابا تقريبا في الجلسه التاسعه عشر ياك اخوان، التاسعه عشر. بقي التساؤلات كيسالوا المتهمين، بداوا اولا بالوردي، ودابا موراه واحد حتى هو مستخدم معاه ولا المهم كيقول هو غير مدير المبيعات. داك الشيء غيتوضح للمحكمه بالتفاصيل اللي غاديين فيها. دابا المحكمه فاجاتنا في الحقيقه هاد القضيه ديال ليكرون وديال التفاصيل كيف غاديه في الدوسي. تصور ان واحد ثلاثه ديال الجلسات ولا اربعه، وحنا غاديين غير في لي كونطرا اللي كان كيمضي السيد المسؤول على المبيعات. عجبنا الحال الصراحه، اكتشفنا ان المحكمه راه دارت واحد المجهود كبير والتحقيقات فيها ما يتقال، والقاضي راه غادي دقه بدقه داك الشيء بالتفاصيل الممله الصراحه هي هذه. وحنا عجبنا الحال، حنا باغيين نعرفوا الحقيقه وباغيين نوصلوا الاموال ديالنا، مع ان هذا الشيء كامل هذا الشيء هذا راه حنا عارفين ان اغلب الضحايا راه باغيه غير فلوسها. حنا ما عندنا الغرض الحساس، شي واحد كنقولوها دائما للصحافه، كنقولوها لاي واحد كيسالنا. وراه حتى القاضي دابا رئيس الجلسه راه عارف بان الضحايا باغيه غير فلوسها، سيغتو الناس مساكن اللي جاو من برا واستثمروا فلوسهم هنايا وضحاو بواحد سنين ديال العمل ديالهم وجاو حطوهم هنا عند الوردي. الغريب في الامر واللي كيحير دابا الضحايا، كيفاش هاد عثمان بوكلفاوي كيجبد بنت الوردي اللي كانت مسؤوله على 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 المبيعات، وهو رئيس هو رئيس ديال كيقول هو رئيس المبيعات، والبنت الورديه هي المسؤوله، هي اللي كتحط له كتحط له لي بلون، كتحط له لي ماكيت، كتحط له لي كيتشارج، وهما كانوا كيبيعوا. كيفاش هاد بنت الورديه هادي عامين
وهي خارجة في حقها مذكرة بحث لا هي لا الأخ ديالها وبقي ما شدوهاش. على الأقل غير القاضي ديال رئيس المحكمة يستدعيها كشاهدة. كيفاش هاد القاضي ما بقي ما استدعاش هاد بنت الوردي؟ حنا كنقولوا بولاد الوردي راه ما عندناش غير حد شي واحد، لا ولاد الوردي ولا هما ولا باهم ولا اي واحد. حنا عندنا الغرض ان ولاد الوردي حتى هما يدخلوا مع باهم، حتى هما مسؤولين، حتى هما في شركه باب دارنا عندهم لي زاكسيون ديالهم، راه هذه الشركه دايره غير هو ولادو. اذا داير شي اسوسياسيون راه دايرها غير هو ولادو، راه ما كاينش البراني. معلومات كذلك اللي كنسمعوا انه الفلوس فين مشات؟ الفلوس وصلنا لشي وراق فيها وثائق كبير مهمه، راه قدمناها الحمد لله، مشينا عند الاستاذ داكي واستقبلنا وقدمنا الاستاذ داكي، حنا على رئيس النيابه العامه، حنا حتى هو رئيس النيابه العامه على الفرقه الوطنيه، ومشينا عندهم واستقبلونا مشكورين. عطيناهم الاوراق اللي قبل ما نعطيهم الاوراق لقينا الاوراق وصلت لهم اللي حطينا في الرباط، كاين اوراق ما تفيد ان الوردي كان كيداير واحد جوج شركات في اوروبا، وهاد هاد بنما ماشي داير شركه في بنما، هو عنده حل حساب بنما فين عتمشي الارباح د هاد الشركات اللي عتقزلو هاد الحساب هذا. الفرقه الوطنيه عطاتنا وعد انها عتبحث في هاد القضيه وراه غادي في البحث ديالهم، وعيا الله سجود سيمانات ماشي جلسه ثلاث اللي فاتت الجلسه الاخرى خرجنا من هنا وجاني ميساج في التليفون ديالي الخاص اننا حنا قيد البحث، يعني باقي مستمرين في البحث. هادشي اللي وصلنا بالنسبه لبنما، ولكن كاين مسائل واحده اخرى اهم من بنما، حتى هي مهمه فحال بنما، ماشي اهم ولا مهمه فحال دابا هذيك الشراكه اللي دار مع افريقيا وفي ما يديرش غانا، ما يديرش هو شراكه مع غانا الا ما حطوش واحد كوتيزاسيون، واحد لاكوسيون، هذيك لاكوسيون ترجع ويجيبوا لنا الفلوس اللي خرجت برا والفلوس اللي عنده، ويجيبوا لنا الفلوس اللي عاطين مولي الاراضي ويرجع فلوس ديال الناس ويخرج من الحبس. هادشي اللي طالبه. نعم اختي، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بقى عندي كذلك مجموعه من النقط اخرى غنشوفها مع الاخت. اولا غادي نبدا معاك انه كان مقبل انه يشري بنكه في المغرب، سمعتوا هذا الكلام؟ تفضلي. حنا تفاجئنا، ولكن راه ماشي مفاجاه، راه يقدر يشري بنكه نيت بفلوسنا برزق بعض كتافنا، الاموال ديالنا اللي مشات نبهالينا. حنا دائما كنا كنتسائلوا هاد الاموال الطائله اللي مشات راه ملايير، الا قلتي 40 مليار تقريبا 100 مليار فين مشات؟ اللي خرجت خارج المغرب، اللي شاري بها، اللي عند صاحب الاراضي، اللي كاينين الفلوس، فلوس كاينين، يرد لينا غير رزقنا. حنا عرقنا عليهم، مرضنا فيهم. حنا دابا انا بغيت نقول لك باختصار شنو كيوقع، ضعنا في فلوسنا، ضعنا في صحتنا، انا من الناس راكم عارفين كلكم كجاني شلل، ضعنا في صحتنا، ودابا كنضيعوا في وقتنا، لان كل ثلاث كنجيو ندوزو هنا باش نسمعوا نفس الكلام اللي كيتعاود. الحمد لله لنا تحقق غادي في الطريق، دابا كنا دوزنا الدفعات الشكليه ودزنا دابا لمسائله المتهمين، هذا القانون لا بروسيدير خصنا نتبعوها، ولكن خصنا نفس طويل عاد باش يمشي لك رزقك وتزيد تكمل، خصك النفس الطويل باش تكمل مع هاد الناس. وكتسمع ما كيقولوا اقوال وكيتراجعوا فيها، يعني حنا مصلحتنا شنو هي؟ رجعنا رزقنا، فلوسنا كاينين. مثلا حنا صاحب الارض، كاين الارض، كاين الفيلات مبنيين، كاين عنده التصبيق، عطينا رزقنا ولا عطينا ارضنا ولا عطينا فيلاتنا، الله يعاونهم كاملين، الله يسهل عليهم كلهم. حيت حنا نهار سنينا وجلسنا معاهم، انا بعدا وحده بدي جلست مع صاحب الارض عده مرات، وكان عطانا القول ديالو بان غادي يعطينا رزقنا او اراضينا او فيلاتنا، وما داروا معنا والو، للاسف ما داروا معنا حتى شي حاجه. وحنا باقيين متبعين القانون، كنتمناو كنثيقوا في نزاهه القانون، وحنا متبعين هذا المسلسل اللي سميته انا مسلسل تركي، لانه طويل وخصنا نفس طويل باش نكملوا. الله يفرج عليكم يا ربي اختي، يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا صراحه ملف باب دارنا، ملف بين مد وجزر صراحه. حاليا في الجلسه السيد الرئيس مشكور، سعه الصدر ديالو مع الناس، مع المتضررين، وكذلك انه هذه الطريقه اللي دار ديال ليكرون اللي كيشوفوا الناس المحاضر واستنطاق تفصيلي بدقه، وكذلك الذكاء النيابه العامه والاسئله الجوهريه في الموضوع اللي كتواجه بها المعتقلين. مشاهدينا الكرام، صراحه هذا الفعل الاجرامي اللي ارتكب الوردي ومن معاه
القمة في المعاناة اللي خلنا الناس صراحة في المغرب وخارج المغرب. كما صرحت الأخت أنه كانت شلات من الصدمة، لأنه باش تجمع هذه المبالغ في لحظة من اللحظات يكون المآل ديالها الريح من أصعب الأشياء. مشاهدينا الكرام، وكذلك حاليا في الجلسة أنه كان مقبل راسل مدير العام طبيعة الحال ديال بنك المغرب، وكذلك المسؤولين من أجل أنه يتم اقتناء بنك في المغرب. من أين لك هذا من أموال الشعب؟ تبعوا معايا، هذا السؤال كان عطاه لي نيت سعادة الرئيس. واش حنا هاد الفلوس اللي عطينا المشاريع تبنيها لنا وتعطينا ديورنا ولا فيلاتنا ولا أراضي ديالنا، ولا عطينا لك تدير بنكة وتشري فيلا بمليار و600 مليون و10 ديال الطوموبيلات، واش حنا عطينا هادشي باش يدير هادشي؟ حنا عطينا فلوسنا لاش باش يعطينا ديورنا. اللي عنده شي حاجه اخرى عطيتك باش تعطيني شي حاجه مقابل، اش عطانا مقابل؟ حنا والو، الهضره وكلام كاين حتى حاجه صحيحه، كل شيء وهم في وهم، لا هو ولا صاحب الاراضي. اختي شكرا لك، سوف قبل تتبع هذا الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد. صراحه المجهود اللي دارت محكمه استئناف سواء في طبيعه الحال في القضاء الجالس، وكذلك مشكورا النيابه العامه اللي هي على تتبع هذا الملف. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.